انت ايه بس يا كيداهم اللي مزعلك في موضوع مفيد بيه ده؟ اها، يعني ايه اللي مزعلني يا راجل؟ مش ده الراجل بتاعنا اللي بيخلص لنا امورنا في وزاره التموين؟ سيبك من الكلام الفارغ ده، خلينا نفكر في الملايين. احنا هنشتري مخزن فيه بضاعه هنكسب من وراها 6-7 مليون. يوه، يعني خلاص شفت لما تستمى اللي تتضرب في قلبها وافت على البيع؟ هتوافق يا كيداهم، عشان المبلغ اللي هتقول عليه انا هدفعه. يا سلام، تدفعه ليه؟ عشان تقول ان احنا بريال او ضحكت علينا ولهفت في الفلوس بتاعتنا؟ تقول اللي تقوله، المهم انا وانت عارفين مين فينا ضحك على مين. سيبك من الموضوع ده، بقول لك ايه، انت فاكر موضوع الفرن بتاع ابو فريخ؟ الواد شحته قال لي عليه. يا سلام، اهو ده اللي نفسي فيه، هو ده اللي لوز اللوز وعالي العال. لما نشوف موضوع المخزن الأول. ونشوف موضوع المخزن ليه؟ ما نشوف ده ونشوف ده، هي قلة فلوس ولا قلة فلوس؟ وبعدين البحر يحب الزيادة يا حبيبي. أكيداهم بلاش طمع، خلينا في المخزن وبعد كده ربنا يعمل اللي فيه الخير. هو أنت كده دايما فقري. 3 مليون جنيه يا معلم. 3 مليون؟ الله، ده مبلغ كبير يا صوفيا. الله، المخزن انت عارفه ما يجيبش اكتر من 1 مليون جنيه بكتير. والله ده المبلغ اللي جالي فيه. الله، هو في حد تاني عايز يشتريه ولا ايه؟ المعلم بدوي الطحان. بدوي ده شحات، هيجيب منين مبلغ زي ده؟ شوف بقى يا معلم، انا على راي المثل، اللي معهوش ما يلزموش، وانا ببيع بيع غناوي ومش فارقه معايا ان ابيعه من اساسه. ايوه، بس انت كده بتستطري عليا يا صافي. والله بين البيع والشاري يفتح الله. يعني ما نعرفش نهز المبلغ ده شويه عشان خاطري وعشان خاطر الجيره اللي بينا؟ خاطرك على راسي من فوق يا معلم، بس انت كمان ما ترضليش الخساره. كله الا الخساره، ده اسمه كلام يا معلمه. انا اشتريت. حلال عليك يا معلم، الف بركه. الله يبارك فيكي. مش نقرا الفتحة؟ نقرا الفتحة. خلاص يا معلم. جرى يا راجل، انت اتخبلت في دماغك بقى، تخلي بنت زي دي ما تستاهلش 3 ابيض في سوق النسوان تسكك السكة دي؟ جرى يا كيداه، ما انت عارفة ان احنا كده كده كسبانين. المخزن فيه بضاعة ب6 مليون جنيه، ده غير تمن المخزن لو بعناه. يا راجل، حش الملايين اللي بتتكلم فيها دي. ايه، شفت البضاعة ولا نشتري سمك في ماي؟ طب ما نشوف البضاعة بعينينا. ازاي مخفي الاسم والصوت والصورة انت؟ سيبولي الموضوع ده. ليه، ناوي تعمل ايه؟ هشوف البضاعة بعيني. تشوفها بعيني؟ لو حد نارك يا كتكوت يبقى الحل ايه؟ ايوه، لو حد شافك ونتش ريشك هيبقى الحل ايه؟ متقلقوش يا معلمين، هو انا تلميذ ولا ايه؟ يا رب نلاقي المخدرات يبقى ربنا بيحبنا. ايوه، بس خلي بالك يا ابني، احنا عايزين كل حاجه تمشي صح. اطمن يا معلمي، سيبها على الله. يا رب يا رب يا قادر يا كريم.
معلمة. اللي قول يا واد يا مغفل اسمه الصوت والصورة في من الصنف ده كتير هناك. ده المخزن مطرعم يا معلمة. بس الله أكبر، خمسة وخمسة في وشك للبيعة تبوس. عرفت بقى ان الواد فؤاد عنده حق في كل كلمة قالها. ايوه يا ابو البنات، ما احنا كمان ما كناش هنشتري سمك في مية، كان لازم نتأكد. اه دلوقتي ندفع فلوس واحنا حاطين في بطننا بطيخة صيفي. طبعاً.